السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ الحمد لله الحمد لله. استأذنكم كل واحدة معاها الكتاب بتاع المدرسة. هنفتح على صفحة كام؟ هنفتح على التدريبات بتاع كتاب المدرسة، التدريبات اللي في آخر الكتاب. أنا ومسامح ومسودة خلصنا الشرح بتاع سنة رابعة في الفصول، بس ما حليناش الأسئلة. هنحلها مع بعض الأسئلة، شكل الأسئلة اللي بتيجي على الجهاز الهضمي إزاي؟ صفحة 3 من ورا يا ميس، نعم، صفحة 3 من ورا، صفحة 5. ماشي اوكي انت فتحتها. كلنا فاتحين الكتاب. صفحة 5 صح؟ ميس، هو انا صفحة كام؟ صفحة في التدريبات اللي في خلف اللي ورا خالص. ماشي ورا خالص. في كتاب المدرسة صح؟ مكتوب تحت تدريبات وأنشطة. صفحة 5 في التدريبات ورا. خلاص يا سنة رابعة؟ طيب بس أنا مش معايا كتاب. طب اسمعي معانا بقى، اللي معهاش الكتاب تبقى سامعة السؤال وهنجيب تعرفي شكل الأسئلة جاية ازاي. أول واحدة بيتم امتصاص مكتوب اختياري، اختار الإجابة الصحيحة. أول سؤال، يتم امتصاص الغذاء المهضوم بعد ما الغذاء بيتهضم خلاص، مين اللي بيمتص؟ الأمعاء الدقيقة. الأمعاء الدقيقة. ماشي. الأمعاء الدقيقة. علمي بقى على بعدها. بس هو كلنا نجاوب مع بعض ولا حضرتك هتختاري بنت وهي اللي تجاوب؟ لا هنجاوب مع بعض كده زي ما احنا ماشيين كده، بس محدش يتكلم في اي حاجه غير ان هو يجاوب الاجابه فقط. ايه؟ نعم نكتب. علمي، انا في كتاب المدرسه. علمي على اختاري، بنختار. انا لسه ما استلمتش كتاب المدرسه. اسمعي بقى معايا. طيب يبدا، تاني سؤال بقى، يبدا هضم النشويات بواسطه اللعاب. اللعاب. السؤال الثاني، اديني رسمة. نعم ممكن الميس تبعوني بس الكلام لانه مش باين. الكلام باين اهو. ايوه كده باين يا ميس. ايوه خلاص، اهي شايفه الكيس دوت اللي لونه بينك. دوت بيقول لي ايه؟ الرسم رقم واحد ده يوضح جزءا من الجهاز الهضمي، انهي جزء بقى من الجهاز الهضمي؟ المعدة. 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 بعديها رقم ب، ده انهي جزء من الجهاز الهضمي؟ الامعاء الغليظه. الامعاء الغليظه. الامعاء الغليظه. الامعاء الغليظه. ايوه الامعاء الغليظه. انا كده صح وغلط؟ اي العبارات التاليه صحيحه وايهما خطا؟ أول واحدة العصارة المعدية،
تهضم الدهون، صح ولا غلط؟ خطأ. خطأ. نصحح مع بعض. خطأ. مين اللي هيهضم الدهون؟ العصارة الصفراء. العصارة الصفراء اللي هي تفرز من الكبد وتساعد وتعمل على هضم الدهون ولا إلى مستحيل الدهني. أيوة كده تمام. يبقى العصارة الصفراوية اللي بتهضم الدهون. طيب رقم ب، اللعاب يهضم البروتينات، صح ولا خطأ؟ يهضم ايه؟ النشويات. اه نشويات تمام. اه ج، العصارة الصفراوية تساعد في هضم الدهون، صح ولا غلط؟ صح 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 تمام اوكي صح. اللي بعديها السؤال الخامس، صح بيقول لي ضع البيانات على الرسمة الذي أمامك ثم أجب. ميس أنا مش سامعة حضرتك. السؤال الخامس دوت أهو، ضع البيانات على الرسمة الذي أمامك ثم أجب، يعني هنيجي على الرسمة دي أهي وعامل لي خطوط كده مشاورة على كل حاجة في الجهاز الهضمي، بيقول لي ده إيه وده إيه وده إيه وده إيه. خلاص؟ أول حاجة كده مشاور على إيه؟ فم. الفم. 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 أول حاجة دي الفم. اللي هي دي. طيب تاني حاجة اللي هي دي. المريء. الغدد اللعابية. اللي هو مشاور على الحتة الصفرا كلها الصغننة دي، دي الغدد اللعابية. طيب. تالت حاجة. مشاور لي على المعده. لا المعده كانت على ايدي اليمين دي اهي، شايفه ايدي فين؟ العوق. لا الكبد. الكبد اهو الحته دي اللي هي لونها غامق شويه دي. انا مش عارفه شايفه حضرتك، في ناس كاملة مش عارفه اشوف ايه. مش شايفه الصوره خالص. انا مش شايفه صوره حضرتك. لا انا في ناس فاتحه المايك. انا حاطه صوره الكتاب مش حاطه صورتي. انا صورتي انا قصدي صوره الكتاب. ايه انا قصدي صوره الكتاب. ايوه اهي مش باينه زي ما هي كلها اهي. هي خلاص كده واضحه كده اصلا. اه في ناس بتفتح الكاميرا فاحنا مش بتعرف نشوف منها. بيس. نعم انا دلوقتي مش شايفه. أنا عارفة هي إيه. الكبد. الكبد. يبقى اللي هنا مشاورة هنا دي الكبد. مش سامعة حضرتك. الكبد. اللي بعديها الكيس ده لسه قايلين عليه المعدة. اللي بعديها في لون بيش كده ولون بينك. البيج الملولي وجوه دي الأمعاء الدقيقة. بعدها الأمعاء الغليظة. التخينة شوية دي بنقول عليها الأمعاء الغليظة. اللي تحت خالص ده أهو المستقيم. تمام. نبص على الاسئله بقى اللي سالها لي، اللي بيسالني عليها. رقم الف، اذكر الاعضاء التي يتم بها هضم النشويات. الفم بواسطه اللعاب. العضو. العضو. العضو مش العصاره. العضو اللي بيبدا فيه النشويات الهضم مين؟ الفم. الفم. الصفراوية. اذكر الاعضاء التي يتم بها هضم النشويات التي بالفم. بواسطة اللعاب. بواسطة اللعاب. ب، ما فائدة المعدة؟ يتم فيها هضم ايه؟ تهضم البروتين. تهضم غير كامل. تهضم هضم. تقوم بهضم البروتينات. تقوم بهضم البروتينات. هي لها حاجات كتير. اول حاجه تفرز العصاره المعديه، تخلط الطعام بالعصاره المعديه، تهضم البروتينات هضم غير كامل. به، المعده تهضم. المعده بتهضم البروتينات هضم غير كامل بواسطه العصاره المعديه.
تهضم البروتينات هضم غير كامل بواسطة العصارة المعدية. ما اسم العضو الذي يفرز الصفراء؟ أي عضو؟ كبد. الكبد. ماشي. ألف. السؤال السادس بقى. يبدأ هضم البروتينات فين؟ أول ما بتبدأ هضمها فين؟ في المعدة. المعدة. في المعدة. ماشي. المعدة. خلاص المعدة. ب. يبدأ هضم النشويات فين؟ في الفم. فين فين؟ فين؟ في الفم. في الفم. في الفم. في في الفم. ايوه. الغدد اللعابية. في الفم مش بواسطة ايه ومش بيقلي بواسطة ايه؟ فين مكانها؟ مكانها بتتهضم فين؟ الفم. الفم. طب الدهون فين؟ في العصارة الصفراوية. فين؟ مش بواسطة ايه؟ فين؟ في الكبد. لو قال لي بواسطة ايه ساعتها هنقول العصارة الصفراوية. البنكرياس. الكبد. يبقى لا معايا دقيقة. أعيدها تاني يا سنة رابعة. البروتينات في المعدة، النشويات في الفم، الدهون في الكبد. خلاص؟ يقول لي بقى السؤال السابع. ما النصائح التي تقدمها لزملائك للحفاظ على الجهاز الهضمي؟ أنا هقولها بقى عشان ما نعملش نغوشة. أول حاجة ممارسة الرياضة. تاني حاجة عدم الشراء من البيع الجائلين. تالت حاجة عدم الإفراط في تناول الدهون. ما كلش أكل في دهون كتير. ومضغ الطعام جيدا. ومضغ الطعام جيدا. حتى يسهل بلع. حتى يسهل بلع. هنكتب في ممارسة الرياضة عدم الإفراط الدهون. ممارسة هي ممارسة الرياضة. أنا مش سامعة بقى بتقولي إيه بعديها؟ هو بعد ممارسة الرياضة. بعد ممارسة الرياضة عدم الشراء من البيع الجائلين. ما ينفعش نمشي ناكل من الناس اللي بتمشي في الشارع. خلاص. خلاص. افتحي بقى صفحه 4. احنا في 5. انت رقم 3 ايه؟ عدم الافراط في اكل الدهون. ميس. نعم. ممكن اسالك سؤال الرقم السؤال الرقم ج؟ اتفضلي. السؤال الثاني بيقولوا لي يبدا هضم علي صوتك انت معاكي مين صفحه كام؟ اسال على سؤالك. اتفضلي اسالي. ميس يبدا الامعاء الدقيقه يبدأ هضم الدهون في الامعاء الدقيقه ولا الكبد؟ الدهون في الكبد. الدهون يا حبيبتي هي بتسال سؤال بره. الدهون بيبتدي في الهضم هضمها في الكبد. الامعاء الدقيقه بيكمل فيها هضم البروتينات. بتهدم البروتينات ساعتها بقى الهضم الكامل. مش ممكن تدخلي حميم ميس يعني الامعاء الدقيقه البروتين بس؟ مفيش حد موجود. ميس يعني الامعاء الدقيقه البروتين بس؟ بتهضم البروتين هضم كامل. ميس هو ممكن اسال حضرتك سؤال؟ شكرا. هو ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي قولي. هو اللزوم ده كله بيتبعت ولا هو بس احنا لازم احنا نحضره؟ يعني الزوم ده بيتبعت ولا احنا بنحضره؟ يعني هو متسجل بيتسجل؟ بيتسجل ولا لا؟ متسجل وبيتبعت على جروب المدرسه. طيب ماشي. بكرة بقى تاني يوم يعني احنا النهارده عملنا الزوم هتلاقيه بكرة ان شاء الله على موقع المدرسة. طيب
طيب ماشي شكرا. افتحي بقى معايا صفحة 4 اللي انا حطها قدامك كده على الكاميرا. مكتوبة الجهاز الهضمي يتكون من القناة الهضمية ومن حقائق القناة الهضمية. القناة الهضمية يبقى هكتب هنا، هكتب هنا ملحقات مكان ما انا مشاورة بايدي كده، هكتب هنا ملحقات القناة الهضمية، يبقى هنا القناة الهضمية وهنا ملحقات القناة الهضمية. طيب في القناة الهضمية تتكون من نقط، أول حاجة من إيه في القناة الهضمية؟ الفم. أول حاجة بندخل منها الأكل إيه؟ الفم. يبقى تكتب هنا الفم. وبعديها هو كاتب لك البلعوم. طب بعد البلعوم؟ المريء. المريء. طيب بعد المريء الامعاء الدقيقة، معدة. معدة سوري. بعد المعدة الامعاء الدقيقة. الامعاء الدقيقة. بعديها الامعاء الغليظة، هو كاتبها لك. طيب نشوف بقى وظيفة كل حاجة ايه. اول حاجة الفم كاتب لك ايه؟ تجويف يوجد به الأسنان واللسان وتفتح فيه الغدد اللعابية. تاني حاجة البلعوم، تجويف مشترك بين جهاز مين وجهاز مين؟ البلعوم مشترك بين جهازين، مين ومين؟ الجهاز الهضمي. اللي برافو عليك، الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي. البلعوم الوحيد اللي مشترك في الاثنين، في الجهاز الهضمي اللي احنا خدناه دلوقتي وفي الجهاز التنفسي اللي احنا لسه هناخده ان شاء الله. بعديها خلاص احنا كتبنا ايه؟ المريء اللي هو انبوبه عضليه بتصل بين البلعوم والمعده. وخلاص اللي برده اللي بعدها المعده، كيس عضلي بيتم فيه هضم غير كامل للمواد البروتينيه. بعد كده الامعاء الدقيقه بيكتمل فيها هضم الطعام، هو كاتب كل ده. طيب الامعاء الغليظه كاتب لك ايه؟ تنتهي بانهي فتحه؟ الشرق. الشرق. شين ر ج. بعد بقى الملحقات القناة الهضمية، عامل لك ثلاث أسهم. أول سهم كاتب الغدد إيه؟ وبتفرز اللعابية. الغدد اللعابية. بتفرز إيه؟ العصارة. أول حاجة الغدد اللعابية وبتفرز تحتيها اللعاب. 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 أيوة. وبعديها الغدد ايه؟ قصدي وبعديها ايه بقى بعد الغدد اللعابية؟ البنكرياس. البنكرياس. ويفرز العصارة الصفراوية. لا البنكرياسية. البنكرياس يفرز العصارة البنكرياسية. البنكرياسية. ايوه. العصارة البنكرياسية. ايوه. اخر حاجة من ملحقات القناة الهضمية مين؟ كبد. كبد. بيفرز العصارة الصفراوية. الصفراوية. ايوه. افتحي صفحة 3. مكتوب مكونات الجهاز الهضمي هي اول حاجه القناه الهضميه. تتكون من ايه القناه الهضميه؟ اول حاجه الفم رقم واحد، هنكتب الفم. الفم. رقم اثنين البلعوم. البلعوم. رقم ثلاثه المريء. المريء. رقم أربعة المعدة. المعدة. رقم خمسة
الأمعاء الدقيقة. الأمعاء الدقيقة. رقم 6 الأمعاء الغليظة. يا ميس في كتاب ايه؟ نعم؟ ده في كتاب ايه؟ كتاب المدرسة حضرتك اللي قدام منك في الكاميرا. قدام منك الصورة على الكاميرا. بعد كده بيه كاتب لي ملحقات القناة الهضمية، لسه قايلينها مين الملحقات؟ أول واحدة الغدد اللعابية. الغدد اللعابية الكبد والبنكرياس. اثنين الكبد وثلاثة البنكرياس. الكبد والبنكرياس. مش معلش أنا لسه حالا داخلة مع حضرتك. الغدد اللعابية الكبد والبنكرياس. البنكرياس الكبد. ماشي، احنا في صفحة ثلاثة في التدريبات اللي في ورا اللي ورا في الكتاب. في الجزء بتاع الأنشطة والتدريبات رقم ثلاثة. ميس. نعم. طب وانا لو مش معايا كتاب المدرسة عادي لو جبت يعني عادي لو فتحت كتاب خارجي؟ الصورة عندك؟ لا الموجود ده مش موجود في الكتاب الخارجي، موجود في كتاب المدرسة بس اللي أنا بقوله. طيب تمام. هو الصورة عندك، الصورة باينة عندك أهي، أنا مصورة الكتاب وحاطاه أهو. طيب بيقول لي نشاط رقم ثلاثة، ما هي وظيفة العصارة الصفروية؟ بتعمل لي إيه؟ بتعمل لي ايه يا سنه رابعه العصاره الصفرويه؟ بتحول الدهون. هضم الدهون. ايوه بتهضم. هضم الدهون. ايوه. يعني هنكتب في النقط اللي عندنا؟ ماذا تلاحظ عند اضافه العصاره الصفرويه الى الزيت؟ انت شايفه كده الزيت كان لونه ايه؟ اصفر. اصفر يتحول للون ايه؟ أبيض. يبقى حولته لمستحلب دهني لدهون، يبقى إذن هي بتقوم بعمل إيه؟ هضم الدهون. يبقى لو قال لك ماذا تلاحظ هتكتبي على أول نقط يتحول الزيت من اللون الأصفر إلى اللون الأبيض زي ما أنت شايفة. يعني ملاحظة، يعني زي ما أنا شايفة، يعني أشوف ألاحظ إيه؟ أي يبين إيه عندي؟ إن هو كان أصفر بقى أبيض، يبقى إذن تحول من اللون الأصفر إلى اللون الأبيض. إيه تفسيرك؟ ليه تحول؟ لأن العصارة الصفراوية بتعمل على إيه؟ على هضم الدهون. على وتحولها إلى مستحلب دهني. أيوة، الاستنتاج بقى إن العصارة برضو الصفراوية بتهضم. هو التفسير. التفسير إن العصارة الصفراوية قامت بتحويل زيت الطعام إلى مستحلب دهني. استنتجنا إيه؟ إن العصارة الصفراوية تقوم بهضم الدهون. تفتحي صفحة رقم 2. رقم 2 يا سنة رابعة. مكتوب لك ايه؟ أجهزة جسم الإنسان، صح؟ يعني هو جايب لي الوظيفة وعايز أكتب ده الجهاز بتاعها. يعني اللي مين أنهي جهاز بيقوم بالوظيفة دي؟ يعني مثلا رقم 1 كاتب لي التغذية والهضم. يبقى اسم الجهاز إيه اللي بيعمل التغذية والهضم؟ جهاز الهضم. جهاز الهضم وظيفته التغذية والهضم. طيب رقم 2 توزيع الغذاء المهضوم والاكسجين على جميع الجهاز. برافو عليك. ده موزع يبقى دوري بيدور يعني وبيلف، عشان كده بنقول عليه ايه؟ توزيع. يبقى الجهاز الدوري بيقوم بتوزيع. برقم 3 كتبته الاول الجهاز.
جهاز التنفسي. جهاز التنفسي ماشي، يبقى المسؤول عن عملية التنفس من اسمها يبقى الجهاز التنفسي. ميس ميس بس الجهاز البولي. نعم بس الجهاز البولي. جهاز البولي. رابع واحدة، رابع واحدة، تخليص الجسم من المواد الضارة وإخراجها من الجسم من المواد الضارة اللي هي البول. تمين الجهاز يبقى الجهاز البولي. ميس وفي فصول تانية ما خدتش الدرس ده. كل الفصول خدت، ما في بكرة بس اللي هي سنة رابعة تالت، رابعات بتاعت شو. أيوة أنا رابعة تالت عشان كده أيوة سنة مش عارفة الدرس ده عشان لسه ما خدتوش. هناخده بكرة إن شاء الله. بس وبعد كده الجهاز العصبي. الإحساس والسمع والشمع والشم ده الجهاز العصبي. جهاز العصبي. طب بصي يا سنه رابعه، بالنسبه للناس اللي ما حضرتش معايا او ما عملتش سماح، هقول الملخص كده من كتاب المدرسه، يعني هشرح تاني. هشرح تاني اوكي؟ افتحي معايا كتاب المدرسه. اول في الكتاب مش شرح، من الجزء اللي في الاول يعني. صفحه رقم 8. ميس هو الكلام ده اللي هو لسه ما خدهوش؟ ايوه ماشي. مكتوبه عندنا ايه؟ احنا الكائنات الحيه، ايه اللي بيميزنا عن الكائنات الغير حيه؟ نعم؟ صفحه 8 في الشرح. صفحه 8 في الشرح. احنا الكائنات الحيه، ايه اللي بيميزنا عن كائنات غير حيه؟ كائن حي يعني عايش، فدام عايش يبقى بيتغذى وبيتنفس وبيتنقل وبيعمل حركه وبيعمل اخراج وبيحس وبيتكاثر، ده عشان كائن حي. الكائن الغير حي ما بيعملش كل ده. يبقى اذا هتلاقي هنا عندي كلمه الكائنات الحيه تتميز بايه؟ هتعلمي على كل الموجود عندك، تغذيه ونقل وتنفس واخراج وحركه واحساس وتكاثر. ايه بقى ربنا خلق لنا التغذيه والتنفس ده كله عشان نقدر نستمر في الحياه، حتى يساعدنا على البقاء والاستمرار في الحياة. طيب كل جهاز من أجهزة جسمي بيقوم لي بوظيفة من الوظائف دول، ده اللي احنا هندرسه بقى. تركيب كل جزئية في جسمك من ايه؟ عندنا أول جهاز هناخده اللي هو الجهاز الهضمي، عندي في صفحة 9 كل جهاز بلون بينك كده وجنبه كلام بالاسود. الجهاز مكتوب باللون البينك، اللي جنبه بالاسود دي وظيفته. يعني مكتوب للجهاز الهضمي ايه وظيفته؟ بيعمل لي ايه؟ قدام هضمي يبقى هيهضم، يبقى هيهضم الغذاء. طيب اللي بعديها الجهاز مين؟ التنفسي. من اسمه تنفسي يبقى هيعمل التنفس، هيكون بالتنفس. طيب بعديها الجهاز الدوري. الدوري ده اللي بيوزع الغذاء والاكسجين. انت اكلتي خلاص اتغذينا وتنفسنا تمام الهواء، مين اللي هيوزع لي بقى الغذاء والتنفس دوت؟ اكيد حاجه هتلف في الجسم توزعه على ايديا وعلى رجليا وعلى معدتي. الدم اللي هيكون بكل ده، مين هيوزع الدم؟ الاكل والشرب ده بيبقى في الدم. اللي هيوزع لي كل ده الجهاز الدوري. ده ايه وظيفه الجهاز الدوري؟ يوزع الغذاء المهضوم والاكسجين على جميع خلايا الجسم. طيب كلنا وشربنا وخلاص اتهضمنا والغذاء اتوزع على جسمنا كله، فاضل ايه؟ ان جسمك هياخد جزء يستفيد منه والجزء الباقي اللي مش عايزه هيخرجه. هيخرجه يبقى اذا طلع بره الجسم. انهي جهاز هيطلعه بره الجسم؟ الجهاز البولي. الجهاز البولي. اي البولي. بل الجهاز البولي ده هيخرج لي المواد الضاره اللي انا خلاص الجسم مش محتاجها. ودي من يعني دي من حكمه ربنا سبحانه وتعالى عشان يحافظ علينا. انا بس الجسم الجزء اللي هو عايزه والجزء اللي هو مش عايزه خلاص، او الجزء اللي هيضرني ربنا بيخرجه لنا عن طريق الجهاز البولي. طيب اما بتيجي تتذوقي اكل قدامك ملح وسكر عشان تعرفي مين ملح ومين سكر، بتدوقيه عشان تحسي بحاجه شكتك، يبقى ده احساس. ده الاحساس. وعشان تسمعي وعشان تقري وعشان تشمي، كل اللي وظيفته دوت اللي بيعمل الوظيفه دي اسمه الجهاز العصبي.
طيب ربنا بقى خلق الاجهزه دي كلها هتعمل ازاي؟ بتاع كل الاجهزه دي بتكمل بعضها كله، يعني الغذاء وبعدين التنفس والدوري بيوزع والبول بيخرج والعصبي بيحس، كل دي ربنا خلقها عشان خاطر استمرار حياتنا، عشان انت تستمري في حياتك. لو لا قدر الله جهاز من الاجهزه دي باظت او اتضرت او اصابت بمرض، ساعتها الانسان بيتوفى لو ما كانش ليه علاج. فهناخد بالتفصيل على مدى حياتك كده كل جهاز بالظبط وتفصيله. يعني دلوقتي احنا في سنه رابعه، عندنا الجهاز الهضمي وعندنا الجهاز لما نخلصه الهضمي هناخد التنفس. اما تطلعي سنه خمسه تاخدي الدوري، اما تطلعي سنه سته تاخدي الحركي، وهكذا. هتفضلي كده تاخدي الاجهزه بالتفصيل. طيب يبقى الجهاز الهضمي كده كده الناس، انا كده كده شرحته في الفصل. فاضلني سنه رابعه ثالث، بكره ان شاء الله هتتشرح فيه. والاسئله احنا حليناها خلاص. ماشي يا سنه رابعه؟ ماشي يا ميس. حد عايز يسال على حاجه؟ لا يا ميس. لا شكرا ان شاء الله. لا شكرا، مع السلامه. شكرا يا ميس. عفوا ميس. هو كده الحصه خلصت؟ يا سنه رابعه.